راح نتكلم اليوم اللي هو عن مادة الميثامفيتامين، وهي أحد المؤثرات العقلية المدرة في الجدول الثاني في أنواع من جدول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971. ويعتبر من المؤثرات العقلية الصناعية الخطيرة، وهو أحد مشتقات مادة الأمفيتامين المنشطة المحظورة، وهو طبعا يدخل إلى المخ بشكل أسرع من الفيتامينات المنشطة الأخرى. من مسميات مادة الميثامفيتامين اللي هو الشابو والسابو والكريستال والكريستال ميث والثلج واليابا والآيس. أشكال وصور تواجد الميثامفيتامين أو ما يسمى بالشابو يأتي على شكل مسحوق أبيض أو على شكل كريستالات بلورية أو حبوب وأقراص وتسمى بحبوب اليابا. من خطورة الميثامفيتامين أو ما يسمى بالشابو أنه شديد الإدمان، ويمكن يدخل الشخص في مرحلة الإدمان من أول جرعة، والجرعات الزائدة منه تدخل الشخص في حالات من الهياج والقلق، والذي يؤدي إلى فقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، والذي يجعل المتعاطي يؤذي نفسه ويقود إلى ارتكاب جرائم غريبة وبشعة. المشاكل والأضرار الصحية التي يسببها تعاطي الميثامفيتامين أو ما يسمى بالشبو اللي هو الإصابة بمرض الفصام، والإصابة كذلك بمرض جنون العظمة أو الشك، زيادة معدلات نبضات القلب، ارتفاع حرارة الجسم، يقلل من الشهية ويؤدي لفقدان الشديد للوزن، اضطرابات في النوم، الإصابة بالدهان، الأوهام والهلاوس السمعية والبصرية، وقد يقود الشخص إلى الموت.